له ايه يا حبيبي؟ انت في وعيك؟ امال انا مجنون ولا ايه؟ اصل المحل ده انا عارفاه، ده غالي قوي. وايه المشكلة؟ انت تختاري احلى حاجة في الدنيا واجيبها لك. طيب يا حبيبتي انا عايزك تشاوري على احلى واغلى حاجة هنا، وملكيش دعوة بالفلوس خالص. بلاش الكلام اللي ايه ده واخده، انا ما استحملش كده. لا امسك نفسك، ده احنا لسه في اول اليوم، اهدى شويه. بقولك ايه، مدام اميره جايه صاحبه المحل، بلاش كلام حب عشان صاحبه مامي. ها اهلا وسهلا. اهلا لؤي. ازيك يا مدام اميره؟ نورتوا المحل. ميرسي. سوسو صاحبه اختي شروات اللي كلمتك عنها. انشانتي مامازال. اهلا. احنا لسه جايلنا احلى خطوط الشتاء من ماري لوي وكوكو شانيل. كوكو مين يا اخوي؟ شانيل شانيل، ما تفضحناش بالاحمر اللي في بقك ده. بقول لك ايه يا مدام اميره، انا عايزك تجيبي لها كل حاجه هي تشاور عليها، وعايزك تستغلي، يعني كل ما كانت حاجه غاليه كل ما كان مظبوط الكلام. اوكي، تحت امرك يا ماما، زال المحل كله ملكك، اتفضلي تعالي معايا. لؤي بموت فيك. شكلها هتظبط ان شاء الله. الحمد لله على السلامة يا محسن بيه. الله يسلمك. ايوه يا حمد. ايه؟ امتى ده حصل؟ وفي ركاب كتير ماتت؟ يا نهار اسود، كده بيتنا اتخرب، بيتنا اتخرب. واشتريت البلوفر الابيض؟ ده تحفه حقيقي. مش التليفون مشغول كل ده ليه يا هانم؟ وبعدين موبايلك فين؟ هكلمك بعدين. متصربه على ايه؟ مالك في ايه؟ كارثه، مصيبه، الباخره بتاعتنا غرقت وعليها جست كبير من السياح. ايه اللي بتقوله ده؟ الباخره بتاعتنا غرقت؟ ومات منهم كتير، واكيد هيجيبوا رجلي في الموضوع. يا نهار ابيض، يا نهار ابيض. هتعمل ايه؟ هتعمل ايه يا محسن؟ احنا لازم نسافر حالا قبل ما يصدروا قرار بمنع سفري. يلا بسرعه، الحاجة جهزي شنطتك انت والاولاد. لا يا محسن، لا، ما ينفعش نسافر معاك. الولد عنده جامعه والبنت عندها دراسه. بص، سافر انت، سافر، واحنا هنحصلك في الاجازه. طب يلا بسرعه عشان الحق اول طياره على لندن. لندن ايه؟ هو مسافر ولا ايه؟ في ايه يا بابا؟ في ايه يا ماما؟ ما تسيبني في حالي يا ابني. ايه يا ماما مالك في ايه؟ في ايه مالكم؟ ما يا جماعه حد يفهمني في ايه؟ فريده، انا عايزكم تخلي بالكم على نفسكم. انا مش هغيب كتير في لندن ان شاء الله. وان شاء الله الامور هتتصلح. وهتبقى احسن من الاول كمان. هتتصلح، بس انت سايبني من غير سيوله، من غير سيوله يا محسن. فيزا كارت اي حاجه. مع انك مش هتلحقي، اتفضلي. كمان؟ يا بابا، ممكن تفهمني في ايه؟ يا حبيبي مفيش اي حاجه، الظروف صعبه ومفيش وقت. كل اللي عايزه منك تخلي بالك من ماما وشيروت. هخلي بالي عليهم يعني من غير فلوس؟ انت مش سايبني ولا مليم، شوفي معاك اي حاجه. يا لؤي، قلت لك الظروف صعبه دلوقتي، وعلى العموم اول ما هسافر لندن واظبط الامور هناك هبعت لك فلوس. اوكي، لسه هستنى لما تبعت لي من لندن يا بابا. لؤي، عايز اسافر واحس ان انا سايب راجل في البيت واخد باله من البيت. يا حبيبي سايب راجل وكل حاجه، بس انا طب اصرف على البيت انا ازاي؟ طيب احتجت حاجه اعمل ايه انا؟ ماما هتبقى تفهمك. مع السلامه يا محسن بيه. يا بابا، هو في ايه اللي بيحصل بالظبط؟ ازاي جامعة القاهرة العريقة تخرج بره التصنيف العالمي الأفضل 500 جامعة على مستوى العالم؟ طبعا الإجابة واضحة وصريحة زي ما احنا شايفين، لأن الدكاترة الكبار بتوعنا، الخبرة العظيمة اللي الدولة صرفت عليهم، بيبعتوا لنا أي معيد يدينا احنا المحاضرات، وهم بيدرسوا في الجامعات الخاصة. طب احنا هنتعلم امتى؟ ما هو لو بياخدوا مرتبات عدلة ما كانوش سابوها. يا سلام، ما هي دي سلبية.
كنا نسكت على الغلط ده معناه ان البلد دي عمرها ما هتتقدم لقدام. يا جماعه لازم نتكلم يا اخوانا، لازم نصارح نفسنا. الجامعه بقى فيها غرز بيتضرب فيها بانجو علنا، واحنا شايفين ده وساكتين. لازم يا جماعه نواجه ده، لازم كلنا نتكلم، لازم صوتنا يبقى عالي. طب وهنعمل ايه يعني؟ نعمل كتير قوي. انا مثلا في برنامج الانتخابي ناوي اخاطب المجلس الاعلى للتعليم ونفتح كل الملفات الشائكه ونجيب حقوقنا اللي ضايعه. ومش بس زمايلنا اللي مرشحين نفسهم في الاتحاد، احنا كمان لازم نتكلم، لازم كلنا نبقى ايد واحده عشان نعرف ناخد حقوقنا. الانتخابات مش رحلات. هتيجي معانا التكعيبه ولا نطير احنا؟ لا انا هوزع بس برنامج الانتخابي واحصله. يلا اوكي متاخريش. سام كل سنه في نفس الحوارات وبرده مفيش نتيجه. يا بنتي هي سام كده طول الوقت بتعارض بتعارض. انت عارفه لو ما لقيتش حد تعارض ممكن تعارض نفسها. خليني انا عارفه سام. تكلمي جد؟ اه والله. يلا بينا قصاد حماده الجامعه وقصاد كل الناس اللي موجودين هنا. والنعمة مجنون برضه مشيت اللي في دماغك وجيت. اذن ما انا فيوز قلبي هيضرب. طب اخلع بقى قبل ما طلبة يجي وتبقى قافل. انا مخنوق قوي يا زينة، طلبة مش عايز يقف جنبي. ما انت اللي خايف، ما كان مديك بضاعة ومروقك. انا حاسة بقى كده ان انت خدت البضاعة وزعتها على البنات بتوع الجامعة، صح ولا لا؟ انا عارفة عينك زايخ كده يا زينة. وكتاب الله انا اكدب على الدنيا دي كلها واجي عندك انتي ما قلتش غير الحقيقة. يعني مفيش واحدة كده ولا كده من بنات الجامعة شغلت قلبك؟ هما البنات اللي هناك أحلى مني يا طلعتي. حب عليك يا زينة، ده انتي أحلى واحدة في عيوني. يا عسل العسل حبيبي يا طلع. زينة ايه اللي بيحصل في غيابي يا زينة؟ ده الواد طلعت الكهرباء. ما انا عارف انه زفت طلعت الكهربائي. ايه اللي طلعه هنا؟ وانت يا ايه اللي خلاك طلعت السلم ده برجليك؟ مش انا بحذرك 100 مره؟ مش قايلك ما تطلعش هنا؟ ولا عايزني اكسر لك دماغك؟ ما تنطق وكتاب الله اقول الحقيقه. جيت اغسل الفيشه ضربت، فبعت البت نوسه تجيب لي حد كهربائي، فبعتت لي طالعه. وبعدين ايه اللي حصل يا اخويا؟ ما احنا واقفين قدامك على السلم وانت شايفني يعني مضيفاه جوه في الانتريه. بس يا بنت اخرصي خلاص يلا غور من هنا، مشوفش وشك هنا تاني، سامع؟ يلا يا حبيبي يلا. وانت خش جوه، خش قدامي. ماشي. بكره تعرف ان محدش بيحبك قدي ومحدش معجب بيك قدي. السلام عليكم. عليكم السلام. في ايه يا خالد؟ انت شايل تابن ستك كده ليه؟ ابويا وتحكيمه يا ستي. حلف على امي طلاق ثلاثه اني لو ما عودتش ومشيت معاه في المدعوجه الانتخابات دي هيقطع عني الشهريه. وايه المشكله يعني؟ ما انت اكيد مدكن لك قرشين هنا ولا هنا. وبعدين يا اخي انت تعب نفسك ليه؟ ما تقول له عندي محاضرات، عندي مذاكره، مشغول كده يعني. اما مذاكرتين عمري فتحت كتاب. وبعدين ايه ماده التكاليف الخرفانه دي؟ حسابات وتعدي. انا اصلا بكره التجاره، ما اعرفش دخلت الكليه دي ليه. غريبه قوي، انت ازاي تدخل حاجه مش حاببها؟ اللي حصل يا ستي اتدبست. يعني انت بتفكر تعتذر السنه دي؟ عليها النعمه ما يحصل. لو طلبت انا اسيب له الانتخابات وعاود. انا السنه دي حاسس اني ممكن انجح، مش متاكد بس عندي احساس بنسبه 30%. ايه يا ابني انت شخصيا هزاميه بالشكل ده ليه؟ اتفضل روح لابوك وارجع بسرعه عشان تقف جنبي في الانتخابات. انتخابات ايه؟ انت داخله مجلس الشعب. يا حبيبي انا مقدمه نفسي هنا امين لجنه ثقافيه في الكليه، وان شاء الله اكون امين اتحاد الجامعه كلها. يعني انا اسيب انتخابات ارجع لجنه انتخابات؟ ايه الحوسه دي؟ يا حبيبي المشاركه في الانتخابات دي واجب وطني. واجب وطني؟ ده انا ابويا حزب وطني. يا حبيبي في فرق كبير، لازم يكون لك راي في اختيار اللي بيمثلوك. بيمثلوا ايه اللي دخل الممثلين في الانتخابات؟ خش. ايوه يا ابوي وحشني يا ابوي. ابو لؤي يا جامد ليك وحشه. هحكي لك ازاي رفعت علم مصر في دبي، بس قول لي الاول مالك ضارب لي فيس من ساعه ما شفته؟ انت يا ابني ما بتقراش جرايد، ما تعرفش ايه اللي حصل لنا. عرفت وانت بايدك ايه تعمله يا ابو لؤي؟ في حاجات كتير قوي هتتغير يا شعلان، بس يلا مش مهم، خلينا في الاهم. محضر لك سهره النهارده انما كده. هو ده الكلام؟
انا عايز اسهر من الليله دي يا مان. اي هاف نو تايم تو لوس يا مان. قول لي بقى مين اللي هيسهر معانا الليله دي؟ هتسهر معاك يا سيدي واحده اسمها زوزو. زوزو حلوه زوزو دي؟ عيب عليك. ايوه بقى ايوه بقى. وانت؟ انا يا سيدي معايا سوسو. سوسو يا سيدي؟ سوسو من زوزو مش فارقه كتير. لا يعني. سوسو تفرق كتير قوي يا عمي. مش مشكله المهم نسهر. هتسهر يا سيدي؟ ايوه بقى ايوه بقى. هو في ايه؟ ها؟ هو في ايه؟ والله مش عارف اشعلان بايه. هتشلني ان شاء الله. هي دي اللي فهمتها؟ طب هات الشنط وتعالى ورايا حصلنا. ها؟ تعالى يا عم. سي جدا انك والله مش عارف اقول لك ايه. ما تقولش اي حاجه. انت برضه زي ابني اللي انا كنت بترجى من الدنيا. وبعدين يا سيدي انا ما كنتش المحامي بتاع والدك وبس. لا ده احنا الاهل. ميرسي يا ابني. اسيبكم بقى توضبوا حاجتكم وان شاء الله اجي لكم بكره الصبح عشان اطمن عليكم. ميرسي قوي يا فؤاد. ميرسي. على ايه؟ انا ما عملتش غير الوالد. شكرا. بعد اذنكم. مع السلامه. بجد انا مش قادره كده كتير. اهدي يا شربت علشان خاطري. اهدى ازاي بس يا مامي؟ وبعدين قوليلي هنعيش هنا ازاي؟ ازاي هنعيش هنا وهتكوني قويه؟ مش كفايه عليا اللي انا فيه؟ انا مش هستحمل اشوفكم بتتدمروا قدامي. تعالي يا لؤي انا عايزاك. تعالي يا ماما. اقعد. بص يا لؤي، انت دلوقتي يا ابني راجل البيت. عارف ايه يعني راجل البيت؟ يعني لازم تشيل المسؤوليه معايا. تاكل يا ماما. اوكي يا ماما. مسؤول. الو. ايوه معاك. ايوه يا شعلان. ايوه يا حبيبي. لا عدى عليا بقى انت النهارده، ما انت فاهم. طيب ماشي، النهارده بالليل. ماما انا هنزل اجيب لكم حاجات. طيب ماشي يا شعلان. يلا سلام. تنتخبوا مين؟ الحداد. وحبيبكم مين؟ الحداد. 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 الحداد
حبيب الكل. الحداد حبيب الكل. ذمته بيضة وزي الفل. ذمته بيضة وزي الفل. الحداد حبيب الكل. الحداد حبيب الكل. ذمته بيضة وزي الفل. ذمته بيضة وزي الفل. منير القاضي فين؟ الحاج مجاهد زين. 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 تنتخبوا مين؟ الحداد. وحبيبكم مين؟ الحداد. شاكرين يا رجال. كله تمام وجاهزين زي ما اتفقنا. اكيد منير القاضي ليه عيون عندينا. طبعا بس لازم يعرف ان احنا واعرين واعرين قوي كمان. كل قرايبنا وحبايبنا موجودين؟ كلهم موجودين الا واحد. مين؟ خالد ولدك. شيعت له زمان القطر وصل. كيف ولدي ما يبقيش في ظهري؟ بالروح بالدم نفديك يا حداد. 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 شكرين يا رجال. شكرين شكرين. انا مش هقول لكم هعمل واسوي، لا، انتوا عارفين انا مين. وعايز اطمنكم، انا لفيت الدايره بلد بلد ونرجع نرجع. اطمنوا خالص، بعون الله هبقى في المجلس، ولما ابقى في المجلس كنكم في المجلس. محطه المايه هتكمل، ومش بس كده، لا، المدرسه الاعدادي والكبر الجديد. وعايز اقول لكم على حاجه، ما تسمعوش الكلام اللي بيتقال، انتوا عارفين مين اللي بيقولوا. تصوروا بيقولوا ايه؟ بيقولوا اننا بشتري اصوات وبدفع رشاوي. الحداد كبير كبير ولا رشاوي ولا تزوير. 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 صحيح يا رجالة، أنا بدفع، بس بدفع في الخير. الحداد كبير كبير لما يرش يرش الخير. الحداد كبير كبير لما يرش يرش الخير. وإن شاء الله لما انجح وابقى في المجلس نتقابل ونحتفل مع بعضينا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالروح بالدم نفديك يا حداد. بالروح بالدم نفديك يا حداد. يلا توقف. وقف هنا يا عبد الجبار. لو ابوه سأل علي كله جاي وراك. حاضر يا خالد بيه. سلام سلام. هات هاي يا خالد. كم كان؟ قعدوا عرض جوام يا صاحبي، عشان احنا مزوجين جوي. والنكسب من كام؟ من ستة. العب يا بغرة. شوف الله يخليك. هات هاي. مبروك يا فتحين. الله يبارك فيك يا خال. ها تلعبوا ماتش تاني؟ لا كفى عليكم كده. روح الحقوا قطر الساعه 6 وانتوا شايلين السته. ايوه هيعيطوا هيموت هيجلد ايدي الكتكوت. بقول لك يا فتحي شكلك كده زين. زين ما بينش اللي كنت بلعب كوره زي الفل. تلاقي فريق كفر العزايم مروحين في القطر مهمومين. طبعا ده احنا مثلنا بيهم فيلم الارض. تعرف يا احنا كسبنا ليه؟ ليه يا عمتو؟ عشان كنا يد واحده قلبنا على قلب بعض. مش المهم مين فينا اللي يجيب الجون، المهم اننا نكسب.
شوف يا اخي، شوف انا وانت اصحاب من قد ايه. ده احنا اصحاب من اولى ابتدائي يا راجل، لكن ابوك ابوي اعوذ بالله يتمنوا الموت لبعضيهم. كله من الانتخابات اللي داخلين فيها قدام بعض وفيها ايه؟ ما واحد يتنزل للتاني وخلاص. اذا كان كده يبقى ابوك يتنزل لابوي. واه، وابوك ما يتنزلش ليه؟ لا، ابوك احسن من ابويا ولا ايه؟ بقول لك ايه، انا همشي عشان لو جيهم ما لقانيش هيطلعين عيشه اللي خلفوني. ماشي يا صاحبي، سلام. سلام يا صاحبي. خالد وما جاب زيد العارفه. وحشتك يا ابوي. تعال هنا. ازيك يا ابوي؟ بقيت تسيب ابوك في المؤتمر اللي عامله عشان الناس ينتخبوه وتروح تلعب كورة مع العيال اللي زيك أول ما تعود من السفر؟ مين أنا؟ إيه أنت؟ اوعى تنكر، يعني بعرف دبة النملة في البلد دي. طبعاً ما أنت كبيرها يا أبوي. اسمع يا خالد، دي آخر مرة تسيبنا وتروح تقعد مع أصحابك. أمرك يا أبوي. ومن الليلة دي أنت معايا في كل مكان لحد آخر يوم في الانتخابات. عايز أحس إنك في كتفي، إنك دراع اليمين. إيه أمال؟ عايز احس ان انا خلفت راجل مش عيل صغير؟ امرك يا ابوي. وفتحي والد منير القاضي، لا تشوفه ولا تحدثه تاني، مفهوم؟ لا 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 لا. يا قلبي المجروح، مالك يا عم ماجد؟ ايه الشعر اللي انت كاتبه ده؟ وبعدين مطالب نقطة على نفسك ليه ومربي لي دقنك كده وعايش لي بجو كآبة؟ يا ابني مالك؟ بقى واحدة تعمل معاك كده؟ مش هي واحدة، لا بتاعتي أنا، كل حاجة ليا، كانت حياتي يا أخي. حبيب قلبي يا ابني، اخرج بقى من برنامج حياتي ده، بلاش بقى تعامل لي فيها حاسس بخنقة وحاسس لي بضيقة وضيق تنفس ومغص وحموض. ايه يا ابني الشغل ده؟ ما تقوم ننزل. ننزل نعمل ايه بس؟ وقعد لي نفس يا عم. قوم ننزل نخرج من الجو المؤلم ده. تبير بس انا عشر عايش غير دي. لا لا لا، طب ما انا كمان. طب ده انا اللي جايلك في الموضوع ده اصلا. اوبا، وماله؟ ماشي، هاخد بقى سجارتين عشان ايه؟ طالعه بس. انا رايي بقى يا عم ماجد، اكتب اكتب على قد ما تقدر. حزين شرايينك بقى يا معلم. حبيب سواء فل يا عمو. فين الأزاز يا عم لؤي ولا هنقضيها كده؟ ايه؟ فين الأزاز يا عم لؤي ولا هنقضيها كده؟ لا ما تقلقش، اصبر على رزقك. هما جايين دلوقتي. جايين؟ أول مرة أشوف الزبون يجي قبل البضاعة يا عم لؤي. هما شغالين هنا؟ هي شغال هنا اه، بس ما اعرفش اتاخرت ليه. ايه؟ اتاخرت؟ هي السرعه هتبقى على واحده بس؟ يا سيدي استنى. اديني مستني. بيت سوسو وزوزو اتاخروا ليه؟ مستر مفتوح مستعجلهم بنفسه. طيب ماشي. اتأخرت ليه يا زفت انت وهي؟ ما لقيناش ميكروباصات. ميكروباص يا بيئة، انضافي بقى. اجري نجار الشكلوات بتاعك ماله؟ شوخي شوخي في شغلي. ايه المعامل يا شيخ؟ حبيب شعلان، شعلان صاحبي وصديقي واخويا. مصر طول عمرها ولا عندك زوزو؟ دي سوسو تبع انا. مش قلنا سوسو من زوزو ما تفرقش يا ابو العين؟ وانت مزاجك عامل ايه يا زوزو؟ مفيش احلى من كده. وانت بقى يا قطه بتشتغلي ايه؟ مهندس. اموت انا في الهندسه. مال متضايق شويه؟ بقولك ايه، ما تيجي نغير المكان ده؟ تيجي نروح الفيلا عند شعلان؟ يلا. بقول لكم ايه، شعلان تعال نروح الفيلا عندك. يلا
قول لي يا خال، مش ناوي تحول لجامعة أسيوط السنة دي؟ لا. وأبوك مش هخليك تحول؟ أنا فهمت إن عشان أحول لازم أنجح، وأنا بسقط أديلي سنتين. واه، هو ما يعرفش الحكاية دي؟ هيعرف منين؟ هو فضيلي كفاية عليه اللي أنت خبطته مرة الطافح اللي هو فيه. وأنت إيه اللي جابرك على كل ده؟ ما تحول لجامعة أسيوط. يا ولد أبوي ده إحنا مع بعض من وإحنا صغيرين. ده حتى الثانوية العامة نجحنا مع بعض وسقطنا مع بعض. يا ده أنا حابب مصر، عايز أعيش في مصر. يا سلام على بنات مصر ونسوين مصر. يا ده أنا كاتب في الرغبات تجارة القاهرة انتساب وما كتبتش تجارة أسيوط انتظام. ما تيجي انت تعيش معايا؟ لا انا قاعد هنا وراي ارض ابوه. مش ده عمي؟ هو بعد جون قبل لو شفنا مع بعضينا. لسه مشرف سعادتك. شو يا مام؟ تعال هنا، تعال تعال، افتح بقك افتح بقك افتح بقك. ايه الريحه دي؟ انت شارب حاجه؟ ما شارب دوم. تعال هنا يا عديم الاحساس يا قليل الربايه. مش كفايه اللي احنا فيه، كمان جاي سكران وبتتطوح. مين قال يا مام ان انا بتطوح؟ حضرتك اللي مش شايفه مظبوط يا ابني. مش حاسس، مش حاسس باللي احنا فيه، مش حاسس. ما بتفكرش غير في نفسك وبس. طب ما انت كمان يا ماما مش بتفكري غير في نفسك وبس. يبقى خلاص واحد واحد متعادلين. وبابي كمان مش بيفكر غير في نفسه وبس. يبقى واحد 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 برضه متعادلين. قصدك ايه؟ تعالى 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 تعالى. قصدك ايه؟ ها؟ قصدي يا ماما ان انا فاهمك كويس وعارف انت ناوي على ايه. انت عايزه تخلعي بابي بس بالطريقة. أنا سمعتك وأنت بتكلمي طنط حشمت وقلت لها كده في التليفون، صح؟ كمان بتتجسس عليا. شوف يا مامي، أنا فاهمك كويس يا مامي. بابي خلاص ما بقاش معاه فلوس، واللي معهوش فلوس ما يلزموش. اخرس يا قليل الأدب، غور من وشي، غور من وشي السعادي، غور. منور يا ابوي. راجع تتسحب في نص الليل. كنت فين لحد دلوقتي؟ كنت مع اصحابي يا ابوي. مع اصحابك؟ انا اقطع خبرك انت وهم. انا مش قلت لك ترجع قبل العشاء؟ صح ولا لا؟ صح يا ابوي. لما هو صح راجع متاخر ليه؟ سامح المراد يا ابوي. اسامحك كيف؟ اسامحك كيف؟ وبكره الاعاده بيني وبين منير القاضي. يا خالد يا ولدي، انا عايزك تبقى في كتفي لحد ما اوصل للبرلمان وابقى النايب الجديد. عايز احس ان انا ورايا راجل. وراك راجل يا ابوي. حاضر، من النجمة اكون في كتفك وان شاء الله تدخل البرلمان يا سيادة النائب. ايوه حلوة سيادة النائب. حلوة يا ابوي. مجاهد الحداد في البرلمان يا رجالة! مجاهد في البرلمان! مجاهد في البرلمان! مجاهد في البرلمان! مجاهد في البرلمان! سمعوا! هدول بالغش والتشوير! فتحي! يلا يا رجالة! مجاهد في البرلمان! مجاهد في البرلمان! مجاهد في البرلمان! مجاهد في البرلمان!
مبروك يا ابوي. وابارك فيك. مبروك تحطب معايا. ايه؟ احطب؟ لا يا خالد، انا خلاص كبرت على الكلام ده. انت وعدتني انك لما تنجح في الانتخابات تقوم تحطب معايا، ووعد الست النائب دين عليه. يا راجل قوم، ده ليله في العمر ما تعوضش تاني ابدا. قوم يا راجل قوم. ماشي. 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 ها؟ يلا. يلا خالد. ورينا يا ست النايب ورينا.